أكدت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك أنه حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وبدء وقف إطلاق النار في غزة، مشددين على أن الطريق أصبح ممهدا لتحقيق هذه النتيجة وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية. وذكر البيان المشترك أنه على مدى 48 ساعة الماضية في الدوحة انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مؤكدا أن تلك المحادثات كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية. حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمرضى والجرحى مع نفاذ المواد الطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة ومنع خروجهم من غزة لتلقي العلاج اللازم في الخارج، مما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا والشهداء، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف جميع مناطق القطاع. قال وزير خارجية النرويج إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف عمل مكتب بلاده التمثيلي في فلسطين يعني أن تل أبيب لا تدعم فكرة حل الدولتين، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تريد تقويض جهودنا في الوصول إلى حل الدولتين، ولكن سنواصل جهودنا لتحقيقه، فلا بديل فعال غيره. وأشار إلى أن إجراءات إسرائيل ضد بلاده سببها الدعم فلسطين لا سيما في المحاكم الدولية، وصفا الخطوة الإسرائيلية بأنها متطرفة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن إنهاء الحرب في غزة ومنع امتدادها للبنان هو الأولوية المصرية الملحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم مع نبيه بر رئيس مجلس النواب اللبناني ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أكد الوزير أن زيارة الحالية التي يقوم بها إلى لبنان تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد دعم مصر الكامل والثابت لسيادة واستقرار لبنان، مستعرضا الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر لرفض أي انتهاكات للسيادة اللبنانية. أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت قراراً باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودي سنداً للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع. أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بنتائج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني العام لسنة 2024، حيث أعلنت نتائج التصنيف إدراج 8 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل جامعة على مستوى العالم، وزيادة أعداد الجامعات المدرجة بالتصنيف إلى 8 جامعات مقارنة ب7 العام الماضي 2023. انطلق اليوم أكبر مهرجان للأكل والطبخ في مصر ضمن فعالية مهرجان العالمين 2024، وسيضم المهرجان العديد من المفاجآت والمسابقات التي تنظمها قناة سفرة بتعاون مع كايرو بايتس، وتقدم هدايا مميزة للجمهور. وخلال فعاليات المهرجان سيتم عرض أطباق مميزة ومشهورة بعدة دول مطلة على حوض البحر المتوسط مثل لبنان وإسبانيا والمغرب وتركيا واليونان وإيطاليا، بالإضافة إلى تقديم أكلات مصرية شهيرة على أيدي شيفات قناة سفرة الفضائية. وتتضمن فعالية اليوم مشاركة عدد من النجوم وكذلك الجمهور في مسابقات شيقة ستضفي أجواء من البهجة.